استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية والوفد المرافق، وذلك بحضور معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. وخلال اللقاء رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي والوفد المرافق، معربا سموه عن تقديره لجهود مجلس القيادة الرئاسي ومساعيه الرامية لإرساء الأمن والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكدا دعم مملكة البحرين لتلك الجهود وتطلعها لأن يسهم تمديد فترة الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين ضمن مبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم يحقق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن ويلبي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار، متمنيا لهم التوفيق والسداد. كما رحب سموه بما توصل إليه وزراء البلدين في اجتماعاتهم اليوم من نتائج ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتقوية مجالات التعاون المختلفة لما فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين. من جانبه أعرب فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي عن الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما يقدمه لليمن الشقيق وشعبه من دعم ومساندة، ولمواقف مملكة البحرين الأخوية وجهودها الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وأمن المنطقة، معربا عن شكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقباله والوفد المرافق. كما جرى خلال اللقاء البحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.